متابعينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا بكم وجوله عالميه جديده في اسواق المال والطاقه والشركات حول العالم. وكل جديد اليوم الخميس تاتيكم من بنكير، فابقوا معنا. بنكير، نبض البنوك. البداية من الصراع الروسي الأمريكي على النفط والتحركات الأمريكية ضد ناقلات النفط الروسية أو ما يعرف بأسطول الظل. وفي التفاصيل، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس إن الخطط الأمريكية لكبح عمليات ناقلات النفط الروسية المعروفة باسم أسطول الظل غير مقبولة. وتدرس الولايات المتحدة وحلفاء لها فرض عقوبات إضافية ويمكن أن تتحرك بشكل أكبر لزيادة تكلفة استخدام روسيا لأسطول ظل من الناقلات للتهرب من سقف حددته مجموعة الدول السبع لسعر النفط الروسي. الخبر التالي والذي يترقبه العالم، وهو بخصوص إطلاق الطرح الثانوي لعملاق النفط السعودي أرامكو ب10 مليارات دولار الأحد. ونقلت مصادر خاصة أن السعودية تستعد لإطلاق عملية الطرح العام الثانوي لشركة أرامكو السعودية رسميا الأحد المقبل. وتخطط الحكومة لإجراء عملية بناء سجل أوامر لطلاق الطلبات حتى يوم الخميس المقبل. كما جذبت الصفقة اهتماما غير رسمي من المستثمرين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا بقيمة إجمالية تزيد عن 10 مليارات دولار. ومن عملاق النفط السعودية لعملاق صناعة الهواتف الذكية الأمريكي أبل، والتي أصبحت مهددة بالخروج من نادي السبع الكبار. وفق البيانات، شهدت مبيعات هواتف آيفون في الصين انتعاشا قويا الشهر الماضي مع صعود الشحنات الواردة إلى أسواق ثاني أكبر اقتصادات في العالم بفضل الخصومات المطبقة من قبل شركاء البيع بالتجزئة. وأكد كبير المستشارين في MAG للاستشارات أن أبل كانت بأمس الحاجة لهذه الأخبار، خاصة أنها تأتي في وقت تواجه فيه الشركة مشكلات قد تهددها بالخروج من نادي السبع الكبار. وأضاف المستشار أن من أسباب زيادة مبيعات آيفون خلال شهر أبريل الماضي هو ما يعرف بالدورة الشرائية للمستهلك في الصين، والتي يكون معدلها عادة أكثر من عامين. ونصل لنهاية جولتنا العالمية وخبر حول توقيع رئيس استونيا مشروع قانون بشأن مصادرة الأصول الروسية. وقال بيان عن الرئاسة إن رئيس استونيا وقع اليوم الخميس على قانون مشروع يسمح للسلطات المحلية بمصادرة الأصول المجمدة للأفراد والمؤسسات الروسية. وحسب ما نقلته مواقع إخبارية في البلاد، يسمح القرار الجديد بمصادرة الممتلكات التي تسبب أشخاص أو مؤسسات يملكونها بأضرار نتيجة لارتباطهم بأعمال غير مشروعة أو بتيسير مثل هذه الأعمال. انتهت جولتنا، كانت معكم هالة البشيتي من بنكير، شكرا لكم. بنكير، نبض البنوك.